بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة. مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة مع بداية أسبوع جديد، نرجو بإذن الله أن يكون حافل بالعمل والجد والعطاء لخدمة عمان في مختلف مواقع العمل والبناء. حلقة الليلة يوم الأحد حلقة قصيرة نسبيا، لأنكم بعد البرنامج مباشرة على موعد مع برنامج سؤال أهل الذكر. على الرغم من ذلك مشاهدينا، حضرنا لكم مجموعة من المحطات والمتابعات. إذن حياكم جميعا ومساءكم جميعا خير ونور، ومساء الخير عايدة. مساء الخير راشد، ومساء الخير مشاهدينا أينما كنتم تتابعون حلقة بداية الأسبوع من برنامج من عمان. إذن مثل ما ذكر راشد، هي حلقة قصيرة نسبيا، ولكن أكيد حرصنا أنها تكون ملأة بالمواضيع المفيدة بالنسبة لكم. والشيء الجميل أن في كل حلقة يوم أحد نحرص كذي على بداية أسبوع أن نعطيكم بعض المعلومات، وأيضا كل ما يخص مجال العمل من خلال فقرة خصصناها لكم كل يوم أحد. إذن مشاهدين، هذه المحطة هذه المرة نتكلم من خلالها عن الشعور بالأمان الوظيفي من خلال وجود أحد المختصين في مجال التطوير المؤسسي والعمل في التطوير المؤسسي، الأستاذ أحمد بن محمد الغافري، المدرب المتخصص في التطوير المؤسسي. راح يخبرنا عن قضية الشعور بالأمان الوظيفي. اختيار الموضوع جاء طبعا متوافقا مع الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الشعور بالأمان الوظيفي. طبعا هذا الاستطلاع قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في ديسمبر الماضي، وتم إعلان نتائجه اليوم. شملت طبعا عينة هذا الاستطلاع 1243. يمكن الشيء الجيد أن 87% من المشتغلين حسب ما جاء في هذا الإحصاء يشعرون بالأمان الوظيفي، نسبة معقولة بالضبط. 87%. بالضبط. هو نعم. أتوقع أن العاملين في القطاع الحكومي هم أكثر الأشخاص شعورا بالأمان الوظيفي، أسوة بالعاملين في القطاع الخاص. بالضبط. القطاع الخاص يعني ربما يتعرض لعوامل يمكن أيضا في الوظيفي. يعني قالوا أن القطاع الحكومي تزيد فيه أو أيوة يزيد فيه الشعور بالأمان الوظيفي بنسبة 67% مقارنة ب 24% فقط في القطاع الخاص. إذن هل دائما إحنا نربط راشد وإيضا مشاهدين الأمان الوظيفي بهو الخوف من التسريح أو إن نفقد عملنا أو إيش ما كان؟ هل فقط هذا المعنى فقط للأمان الوظيفي أم في أشياء؟ أتوقع في أشياء كثير راح يجيب عليها أحمد الغافري، وأيضا نحن يعني بدورنا مع منطلق هذه الحلقة نوجه دعوة للجميع أن يشكلوا أمانا حقيقيا لموظفيهم، للرؤساء والذين يعني يتواصلون مع طبعا مرؤوسهم. إذن مشاهدينا، أيضا من عمان اليوم السلطنة حظيت بمجموعة كبيرة من الفعاليات مع منطلق أسبوع جديد. كانت من ضمنها ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان التي انطلقت صباح هذا اليوم في فندق جراند حياة مسقط برعاية معالي الشيخ محمد بن أحمد الحارثي مستشار الدولة، التي حملت شعار فقه العصر منهج التجديد الديني والفقه، إضافة إلى مجموعة أخرى كبيرة من الفعاليات التي شهدتها مختلف محافظات وولايات السلطنة. رح نبدأ معكم مشوار حلقة الليلة من برنامج من عمان، لكن بعد هذا الفاصل. Yeah.
إذن حياكم الله مشاهدينا، وإحنا متواصلين معكم اليوم استثنائيا حتى التاسعة، حيث يحين موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج سؤال أهل الذكر. لكن مشاهدينا، على الرغم من ذلك، معنا مجموعة من المحطات والمتابعات، ربما أبرزها الحديث عن مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأداء الجيد في مختلف الوظائف. هذه المرة اخترنا لكم موضوع حديثنا حول الشعور بالأمان الوظيفي. من هو المسؤول عن أن يشعر الموظف بأمان وظيفي مرتفع؟ ثم كيف تأثير هذا الشعور بالأمان الوظيفي أو عدمه على أداء الموظف في القطاع الذي يعمل به؟ كل هذه التفاصيل مشاهدينا نتعرف عليها من خلال وجود الأستاذ أحمد بن محمد الغافري، وهو مدرب متخصص في التطوير المؤسسي. مساك الله بالخير، سعيد جدا بوجودك معنا ورفقتنا كل يوم أحد. مساء النور أخي راشد، مساء النور عايدة، أهلا وسهلا، حياك يا أحمد. إذن أحمد، قبل الله ندخل في كذي نعرف قراءتك في نتائج الاستطلاع اللي أجراه المركز الوطني للإحصاء، خلينا بداية نعرف المشاهدين بالمقصود بالأمان الوظيفي، وخاصة إذا مقترن عند يعني معظم الناس الأمان الوظيفي اللي هو أنك أنت تشعر بالأمان من عدم فقد المكان أو وظيفتك اللي أنت فيها حاليا. سؤال هام جدا بالمناسبة. كبداية، أولا وجه تحية للمركز الوطني للإحصاء، بصراحة يعني الجهد الذي يقومون به جهد محوري وهام، وتوفر هكذا معلومات وأبحاث تفيد حتى قضايا التنمية، تنمية الموارد البشرية وتطوير العمل المؤسسي. وهذا التنوع في الإحصاءات والدراسات التي والاستطلاعات التي يجريها المركز الوطني أيضا هام جدا. فيما يتعلق بالأمان الوظيفي بشكل موجز ومبسط، الأمان هو الحالة التي نشعر بها، مستوى الحالة، مستوى الإطمئنان أو الطمأنينة الذي يشعر به الموظف داخل مؤسسته. الشق الثاني من السؤال هو قضية دائما ربط الأمان الوظيفي يحيل أذهاننا إلى قضية الخشية من التسريح. نعم. وهذا جزء ربما كبير لكنه لا يغطي كل ما يمكن أن نسميه الأمان الوظيفي، إنما يأتي ربما دائما في السلم المستويات الشعور بالأمان الوظيفي هو الأمان حول قضية التسريح أو إنهاء العمل. ودائما تشير الدراسات إلى هذا الاضطراب أو التوتر، واحد من أهم المصادر حتى المشكلات النفسية، ويعني يقارن عادة في إصاباته، الإصابات المرضية المرتبطة بهذا الشعور يربط حتى يقارن ببعض الأمراض العضوية، على سبيل المثال عادة التدخين على سبيل المثال، وغيرها الأسباب الأمراض التي يمكن أن يسببها. لكن هل الخشية من التسريح أو إنهاء العمل هو فقط البعد الوحيد لما يمكن أن نسميه الأمان الوظيفي؟ ربما في الحلقة الأولى من هذه السلسلة كنا نتحدث عن بيئة العمل. صحيح. وكنا نتحدث عن أن بقدر ما يشعر الموظف بالاطمئنان والسعادة سنتوقع منه أداء جيدا. صحيح. أو ميلا أكبر ونزعى لأداء مؤسسي أفضل. هناك أحيانا كنا ذكرنا موضوع التهديدات، أن يشعر الموظف على سبيل المثال أن أفكاره عرضة للسرقة لنقول، أو أفكار أو جهوده عرضة للنكران، أو أن مساره المهني وحقوقه عرضة للهضم. كل هذه مهددات لنقول تؤثر سلبا على مستوى إحساس الموظف. نعم. بالأمان. طيب أحمد، هذه مؤثرات تؤثر سلبا على شعور الموظف بالأمان، لكن من هو المسؤول عن خلق الأمان عند الموظف؟ بعدين في فكرة يعني دائما تشعرنا أن هناك يعني شيء يشعرنا أن هناك في فكرة متناقضة، شركات عالمية مثل مايكروسوفت وأبل مثلا موظفيها يشعرون بأمان وظيفي مرتفع جدا، في المقابل في شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط هم أقل شعورا بالأمان من الموظفين في القطاع الحكومي. لنجيب على السؤالين، من هو المسؤول أولا عن خلق الأمان الوظيفي؟ أعتقد أن هناك جانبين في هذه المسألة، جانب ذاتي من لدن الشخص نفسه، وجانب المؤسسي بيئة العمل. الممارسات التي يتم تبنيها في بيئة العمل يمكن أن تلعب دورا إيجابيا أو سلبيا في ترسيخ الأمان الوظيفي أو التأثير عليه.
أيضا الأطر التشريعية التي يعمل فيها الموظفين، تلك المنظومة التي تحكم علاقة الموظف بمؤسسته، القضايا المتعلقة بالتقييم الوظيفي، القضايا المتعلقة بوضوح المسار المهني، الترقية المهنية، العلاوات والمكافآت، أنظمة الثواب والعقاب، كلها في وجودها وحضورها وقوتها وانتظامها يمكن أن تعزز مستوى من النزاهة، من مستوى من المصداقية، من الشفافية، يلعب دورا إيجابيا في قضية الأمان الوظيفي. على العكس تماما، غياب أو تدني أو تراجع أو الضبابية في 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 هذه الأطر يمكن أيضا أن يلعب دورا سلبيا. أضف إلى أن بيئة العمل نفسها، يعني هناك من الموظفين من يعمل في بيئات تتسم بالخطورة اللي هي السلامة المهنية نسميها، أيضا هذه واحدة من المصادر التي يمكن أن تقلق الناس في قضية الأمان الوظيفي. قضايا ما بعد اللي هي قضايا ما بعد العمل، أنظمة التقاعد وغيرها، التأمين الصحي، كل هذه تلعب أيضا دورا في هذه المسألة. هذا ربما شق يمكننا أن نسميه شق مؤسسي أو شق خارجي أو بيئي. هناك عامل مهم أيضا في يمكن أن يسهم بشكل كبير في جعلنا أكثر إحساسا بالأمان، وهي قدراتنا الشخصية وكفاءتنا ومهاراتنا. لماذا؟ حين يكون أحيانا للموظف الطرف الأضعف أو أنه ليس لديه، يتمتع هو أحيانا يكون لديه رضا وظيفي أقل، لكنه لا يستطيع أن يترك المؤسسة لأنه ليس لديه المؤهلات أو المهارات أو الكفايات التي يمكن أن يجد فرصة أخرى. ولذلك دائما واحدة من النقاط الذاتية هي أنه دائما يقال أن الشخص الناجح عندما يجد وظيفة في اليوم الأول يبدأ في البحث عن وظيفة أخرى، وإن كانت فيها أحيانا من المبالغة، لكن الرسالة هنا في سوق العمل ما قيمتك؟ ما هي المهارات وهي المؤهلات التي تجعلك أكثر ثقة، أكثر قدرة على التفاعل مع بيئة العمل، وألا تكون الطرف الأضعف دائما؟ فهذا شق ذاتي أيضا يجب أن ننتبه إليه. متى ما زادت هذه الثقة لدى الموظف قل عند الشعور بالقلق، وهو أكيد عند زوال هذا القلق وعند يعني تقليل من آثار هذا القلق فهو أكيد سيشعر بالأمان الوظيفي. طيب أحمد، نرجع لنتائج الاستطلاع وحابين أيضا نعرف قراءتك لهذه النتائج. بداية نبدأ من النتيجة الكلية، أن 87% من المشتغلين يشعرون بالأمان الوظيفي. كيف ترى هذه النسبة؟ 87 من المشتغلين في القطاعين، لأنه بأمانة يعني لم أطلع على من العين 1200 اليوم صدر التقرير. نعم، من 1243 87% من مجمل الذين شاركوا العيلة في الاستطلاع من القطاعين. نعم، أعتقد أنه يعني مؤشر مرتفع، نسبة جيدة جدا يعني. لكن التفصيل الذي عرفته أن هناك نسبة 67% في القطاع الحكومي وأقلها يمكن 24% في القطاع الخاص. صحيح. هذه النسبة عموما بصراحة ليست غريبة أو جديدة على هذه المنطقة تحديدا. الدراسات التي أجريت في 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 قطر، في السعودية على الأقل، في دول أخرى في المنطقة تقريبا نفس هذه النسب. طيب، تداعيات هذا الأمر أو ما الذي يجعل القطاع الحكومي أو الموظف في القطاع الحكومي يشعر بأمان وظيفي أكبر؟ دعونا نفرق بين الأمان الوظيفي والرضا الوظيفي. أحياناً هناك مستوى مرتفع من الرضا الوظيفي ليس بالضرورة أن يقابله أمان وظيفي. على العكس تماماً، أحياناً يكون لدى الشخص مستوى متدني من الرضا الوظيفي ولديه أمان وظيفي مرتفع، وهو ما كنا نتحدث عنه في قضية أنه قد تكون بيئة العمل بيئة مناسبة جاذبة للعمل، لكن الممارسات الموجودة التي تؤثر على مستوى هذا الرضا هي التي تتسبب في انخفاض مستوى الأمان الوظيفي. ولذلك جزء منها هي لنقل اتجاهات أو ميول شخصية. نعم. لماذا؟ هناك لنعترف أن هناك من يبحث عن
الأمان. ليس الأمان الوظيفي وإنما منطقة الأمان، العمل الذي لا يستدعي مخاطرة أو مغامرة أو لا يتسم بالتحدي ولا يتطلب مهارات أو كفاءات، يخلو من مسائل المساءلة والمحاسبة، فهذه قد تشكل بيئة أمان. إنما بيئة أمان سلبية على المدى البعيد، بمعنى أنها تجتذب العناصر التي تبحث عن هذا المستوى من الأمان، غياب لأسس المحاسبة والمساءلة، غياب ربما لمهام تتسم بالتحدي، مهام يعني تتسم بمستويات عالية مطلوبة من الإنجاز، حتما ستجتذب عناصر تفضل هذه صحيح. البيئة في القطاع الخاص بالمناسبة قد تكون بيئة عمل جيدة جدا وإنما لأنها تتطلب جهدا أكبر ولأنها تتطلب قدرا ونوعا مختلفا من المهارات والكفايات وتتسم بأن لديها الأنظمة راسخة وناضجة في قضايا التحفيز والمكافأة والثواب والعقاب قد تكون طاردة لهذا السبب بالمناسبة يعني لا نستطيع أن نعمم نحن يعني لم نقرأ التقرير أو الاستطلاع بالتفصيل إنما السمة الغالبة هنا لدينا في المنطقة جاذبية القطاع الحكومي ليس لأنها بيئة صحية للعمل إنما لأن هناك مزايا في هذه البيئة متعلقة بإجازات أكثر إجازات أكثر مهام أقل نقضي ساعات طويلة ربما في لا شيء فهي بيئة جاذبة يمكن ايضا ارتباط بعدنا راح نكرر ان ارتباط يعني ارتباط الموضوع في ذهنية الموظف انه والله في القطاع الحكومي لا يمكن انه يسرحوني يعني ما بالضبط. مثل التهديد اللي في القطاع الخاص انه ممكن على اي غلطة ممكن بالضبط. لعدم انتاجية ممكن لعدم انجاز والله انا مهدد طبعا لذلك كنت اقول من البعد الوطني هل هذا هو شيء صحي؟ لا اعتقد لكنه هذا العامل نفسه هو عامل جاذب لأن الموظف يشعر بأمان واطمئنان مهما كانت قدراته مهما كان مستوى إنجازه مهما كان حجم التقصير الذي يعني مرتبط بكفاءته وعمله هو يشعر بأمان ولذلك ترتفع هذه النسبة لأنه غير مهدد بهذه المسألة بالضبط. أنا أختلف معكم في موضوع التصريح الوظيفي وعلاقته بالقطاع الخاص في قانون الآن يعني في القانون يوضح هذه العلاقة بين الموظف وبين المؤسسة التي ينتمي إليها لكن أنت ذكرت أحمد نقطة في غاية الأهمية وضوح المسار الوظيفي ربما قضية وضوح المسار الوظيفي في القطاع الخاص أقل من القطاع الحكومي القطاع الحكومي المسار ربما أكثر وضوحا ونقطة أخرى علاقة الموظف بمرؤوسه برئيسه عفوا رئيسه المباشر يمكن سبب من الأسباب النقطة اللي أشرت إليها راشد في قضية التشريع لذلك واحدة من الأبعاد التي أو مصادر الإحساس بالأمان وترسيخ بيئة تتسم بالأمان الوظيفي هي التشريع يعني لا يمكن إخضاع العلاقات في المؤسسة للنوايا الحسنة دائما هناك تنظيم يحكم هذه المسألة ولذلك التشريعات التي تحد من قضايا التعسف في التسريح في أي قطاع وفي أي صناعة كانت هي ربما واحد من هذه المصادر إنما لا يجب أن تذهب هذه التشريعات بعيدا أيضا في حماية اللامبالاة والإهمال وأن تجعل الموظف نفسه عالة في مؤسسته فاتني الشق الثاني أنا كنت أسأل يعني بعض الرؤساء للأسف هم من يخلقون عدم الشعور بالأمان الوظيفي فالموظف تنعكس عليه هذه الفكرة وهذه الطبيعة إذا كان رئيسي لا يشعر بالأمان الوظيفي فما الحال بالنسبة لي طبعا الممارسات الشخصية الممارسات ذات لنقول البعد أو التأثير القيادي الممارسات غير المهنية في بيئة العمل ما قلناه في البداية أن الموظف لا يشعر باطمئنان إلى أن جهوده ستحترم وإلى أن القيادة الإدارية في القسم أو الدائرة أو المديرية أو الوزارة أو غيرها تحتفظ بمسافة واحدة من الجميع وتتبنى المهنية في طريقة التقييم الموظفين كل هذه مصادر للتشويش الضبابية في قضايا التقييم أيضا المحاباة هذه المسائل غياب شيء واضح توصيف وظيفي شفاف واضح قضية التوصيف الوظيفي والتوقعات وتبيان التوقعات لأنه
حتى في تلك المؤسسات التي تخضع لنفس النمط ونفس التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالتوصيف الوظيفي، على الأقل هناك إيضاح للتوقعات. يعني داخليا في المؤسسة لا يجب أن تكون هذه شماعة لأنه والله نعمل في جهاز حكومي أو غيره وقضايا التوصيف الوظيفي غير غائبة. هذا لا يعفي الرئيس المباشر أو المشرف المباشر أو القيادي في القسم أو الدائرة من أن يكون واضحا في التوقعات التي يتوقعها من فريق عمله. لكن غياب هذه المسألة ثم يحدث أنه لست يعني على دراية، لست على يقين ما إذا كنت أعمل شيء صحيح أو لا. ولذلك واحدة من الدراسات التي نشرتها المجلة المعروفة هارفارد بيزنس ريفيو في قضية التغذية الراجعة على سبيل المثال، هناك ميل أو اعتقاد من المدراء أن الموظف فقط يود أن يعرف التغذية الراجعة الإيجابية. على العكس تماما، الدراسات بيّنت أن الموظف حتى حينما يكون مخطئا أو يكون مقصرا يود أن يعرف ذلك، لأنه يشعر بصدق وأمان في العلاقة مع رئيسه المباشر، ويستطيع عبر هذه الصراحة لنقول أو هذا المستوى من الثقة والمصداقية أن يحسن من أدائه. نعم. في المستقبل. هذه التفاصيل الصغيرة في الممارسات المؤسسية يمكن أن تلعب دورا في ترسيخ وتعزيز الأمان الوظيفي داخل المؤسسة. طيب، هذه التفاصيل الصغيرة اللي ذكرتها أحمد من ضمن الممارسات واللي تعزز الأمان الوظيفي، هل بالإمكان دراستها، التدريب عليها طبعاً، سواء للموظفين أو للقيادات؟ من الأهم طبعاً أن يأخذ طبعاً هذه التفاصيل؟ طبعاً. هذه فرصة للتسويق طبعاً للتدريب. طبعاً، يعني هذه الممارسات جربت، لأنها ليست يعني حتى حينما يتم التدريب عليها هي ليست اختراعا، هي ممارسات أثبت جدواها. بل على العكس، أحيانا ما يحدث أن المتدربين من مختلف المستويات لمجرد أن نجلس، لمجرد أن نتحاور، هم أنفسهم من يقترح هذه الممارسات التي، لأنهم هم أنفسهم موظفين. يعني مدير الدائرة اليوم مر في علاقاته مع رؤسائه سابقا وهو يعي تماما ما الذي كان إيجابي جدا في تحفيزه وتمكينه وإتاحة فرص التطور لديه، وما هي تلك المواقف المزعجة. صحيح. التي ربما لطالما دفعته للتفكير لترك المؤسسة على سبيل المثال. فأعتقد أن التدريب عليها بعيدا عن كل التنظير وبعيدا عن كل الشق التنظيري، البعد العلمي والنفسي المرتبط بقضايا الدافعية والتحفيز والأمان الوظيفي، إلا أن هناك ممارسات أعتقد جربناها جميعا، سواء جربناها كموظفين كمرؤوسين أو جربناها كرؤساء. والله الشيء الغريب جدا أن الموظف يشتكي من بعض الممارسات اللي يقوم بها رئيسه، ولكن أول ما يكون هو مكانه يمارس ذات الممارسات اللي كان أصلاً هو متضايق منها. هذا مؤسف، ويحدث في التدريب عموماً. يعني حينما تتحدث إلى مستوى موظفين أحياناً يقول لك والله أنه الكلام جيد وجميل، بس لو دربوا رؤساء الأقسام. فلما يحصل لتدريب رؤساء الأقسام يقول والله كلام جيد وممارسات حلوة، بس لو دربوا مدراء الدوائر فهذا يحصل. وهلما جرى. صحيح، هو يعني مصطلح الأمان الوظيفي ربما يعود بنا إلى الأمان الذي يشعر به الفرد وهو في الأسرة. فالفكرة هكذا هي ذاتها، يعني الموظف وهو ينتمي إلى تلك المؤسسة كأنه ينتمي إلى الأسرة. ويعني هناك عبارة مشهورة، أنا أعرف لمن هذه العبارة، أنه يقول إذا ورد إلى علمي أن أحد موظفي لا يشعر بالأمان الوظيفي فإن الحل الأمثل الذي لابد أن أستخدمه هو أن أغلق المؤسسة التي يعني أقوم بإدارتها. فكرة الأمان الوظيفي تسبق أي شيء. نظرا للتداعيات السلبية التي يحدثها هذا الكلام على الأداء والإنتاجية، حتى حينما نتأمل الهرم الشهير هرم ماسلو للاحتياجات، تأتي قضية الأمان، الإحساس بالأمان في المستوى الثاني مباشرة. نعم. وأحد مصادر هذا الأمان هو الأمان الوظيفي. بل أن حتى المستويات الأخرى، الحاجات الاجتماعية وتقدير الذات وغيرها والعلاقات، بشكل أو بآخر هي مرتبطة أيضا ببيئات العمل ومستوى ما يجده الموظف من توافق في هذه البيئة، من احترام لذاته، لمواطنته، لشراكته في هذه المؤسسة،
والاحترام لتطلعاته وطموحاته كذلك. إذا يعني نحن نرجو من الجميع أن نستفاد من هذه المادة التدريبية المجانية اللي قدمتها لنا. شكرا لك على وجودك معنا، وإن شاء الله لقاءنا يتجدد بك الأسبوع القادم. الأستاذ أحمد بن محمد الغافري، المدرب المتخصص في التطوير المؤسسي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أحمد. إذا إحنا وصلنا للختام ولا في شيء بعد؟ لا خلاص وصلنا للختام في برنامج سؤال أهل الذكر إن شاء الله. إذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة الليلة من برنامج من عمان. إن شاء الله لقاءنا بكم يتجدد في حلقة الغد مع محطات وفقرات جديدة تأتيكم فقط من عمان. إذا مشاهدينا شكرا لكم على طيب المتابعة، ونرجو أن نكون قد وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم، وأن أيضا تستفيدوا من المادة القادمة برنامج سؤال أهل الذكر مع سماحة العلامة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الأمة الإسلامية إلى أين مسيرا ومصيرا. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء. في أمان الله.